بس عادي يعني. يعني عادي عادي، في ايه يا حبيبتي؟ هتكلمتيني في التفاصيل ولا ايه يا بنت انتي؟ لا بقول لك ايه، انا عايزه ديتيلز، يعني احكي لي بقى اللي مش عادي في الموضوع. يعني اول مره يجي يتكلم فيها معاكي، اشمعنى اختار يتكلم معاكي انتي وساب كل اصحابك؟ ايه اللي لفت انتباهه فيكي كده يعني؟ يعني هو قال لي ان اول حاجه لفتت انتباهه فيا انه انا بنت ناس وان انا شبهه كده، ف هي دي الحاجه اللي قربته مني. يعني مش فاهم، يعني باقي الدكاترة مش ولاد ناس ومحترمين برضو؟ طبعا يا بابا محترمين، بس احنا شبه بعض عشان احنا بنتكلم لغة واحدة وكده، فده اللي قربنا من بعض اكتر يعني. بس برضو مش فاهم ايه يعني نفس اللغة بتتكلموا نفس اللغة؟ وبعدين يا جلال ما تقفش على الواحدة. جماعة جماعة نتيجتي طلعت بجد؟ طب ايه؟ جبت ايز وبيز وسي واحدة. برافو عليك يا باشمهندس، ألف مبروك. ألف مبروك حبيبي، دي بداية مبشرة. فلوس الترم الجاي جاهزة؟ ها؟ أنا عملت حسابي وسحبتها قبل ما تنام، عدي عليا في الأوضة عشان تاخد الظرف. حاضر بابا حاضر. طب إيه بقى، مش هنحتفل ولا إيه؟ ممكن تفهمني إزاي ده حصل؟ أنا كمان والله برضو مخضوض، يعني لأن أنا ذاكرت بس هي الجامعة عندنا السيستم بتاعها سيستم؟ سيستم ايه يا ابو سيستم؟ السيستم عندنا في الجامعة في التصحيح وكده بيبقى يعني مختلف. من امتى بيزنس فيها حاجة صعبة؟ ما تنطق يا ابني وتخليك راجل، هات من الآخر، ذاكرت ولا ما ذاكرتش؟ طيب